الكتب النفسية والكتب التنمية البشرية بنتعرض لقضية مهمة، هل نريد أو هل يجب أن نثق بأنفسنا؟ والكتاب لي رأي في الموضوع ده محتاجين نبص عليه بسرعة جدا وباختصار. بيقول كده في لوقا 18 عن قوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. مين اللي بيتقال عنهم الكلام ده؟ هو أي شخص بيثق في نفسه لدرجة أنه مش محتاج تبرير وأنه بار وما يحتاجش التوبة، وفي نفس الوقت مش بس بيصل للمرحلة دي لكن ثقته بنفسه بتوصله لمرحلة أنه يحتقر الآخرين. القصة دي بيكمل فيها الكتاب وبيكمل الرب يسوع وبيحكي مثل عن رجلين أو إنسانين، والاثنين دول صعدا للهيكل بيصلوا. وحلو قوي انك تشوف البعد اللي الرب بيقدمه هنا. انسانان صعدا للهيكل، واحد فريسي والاخر عشار. فريسي يعني متعمق قوي في الدين، فريسي يعني حافظ الناموس، فريسي يعني بيعلم الناموس. الشخص الفريسي ده وقف يصلي في نفسه هكذا، وصلاته هنشوفها دلوقتي وهناخد البعد اللي فيها. بيقول كده: اللهم انا اشكرك إني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة ولا مثل هذا العشار. الاثنين صاعدين الهيكل، واحد واقف جنب التاني أو واحد واقف ورا التاني، مش مهم الوضع فين، لكن اللي بيصلي الفريسي المتعمق في الدين اللي حافظ الدين اللي حافظ الشريعة، الشخص اللي بي يعني عميق جدا، الشخص المتدين جدا، بيقول كده الصلاة دي: أنا بشكرك أنا مش زي باقي الناس. وقال الناس دي نوعيتها إيه؟ خاطفين، ظالمين، زناة. وأكيد كان يقصد هذا العشار اللي جنبه، أكيد كان يقصد ناس حواليه تانية. ولا مثل هذا العشار. وبيقول للرب اللي جاي ده: أصوم مرتين وعشر كل ما أقتنيه. فكان مش بس بيقول إنه يثق في نفسه، مش بس هو أفضل من الناس، مش بس هو أفضل من العشار، لكن كمان بيعدد للرب هو بيعمل إيه لأجل الرب. لكن رب بيقول كده عن المثل، بيكمل بيقول إن في واحد تاني العشار اللي واقف، العشار أي جاب الضرائب، العشار شخص يمكن كانت سمعته صعبة شوية لأن كلهم كانوا بيتهموا بالسرقة واللص زي زكا العشار اللي موجود في الأناجيل. لكن العشار يتقال عنه التعبير ده: وقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء. هذا الشخص في هذا المشهد لا يثق بنفسه تماما، لا يعتد بذاته تماما، يقدم يأتي لأجل الله، يأتي في الهيكل لأجل الله وحده لا لأجل نفسه أو مجد نفسه. والأصعب قرع على صدره، ما نعرفش الخبطة دي أو أن يقرع على صدره دي خبطة توبة لا خبطة ندم ولا خبطة حزن، لكن المهم اللي جاي ده وبيقول إيه: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. اللي فات كان بيشكره، اللي فات كان بيعدد قد إيه هو بيعمل حاجات كويسة، اللي فات كان بيتكلم عن الناس اللي حواليه وهو بيصلي، لكن هذا الشخص لم يأتي إلا لأجل الله ولم يطلب إلا من الله ولم يطلب الرحمة إلا من الله، وشعر بأنه خاطئ ويحتاج الله، فبيقول كده: ارحمني أنا الخاطئ. بيقول كده الكتاب والرب بيقول كده عن المثل ده أن هذا أي العشار نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. التبرير الحقيقي لا يأتي بأعمالك، التبرير الحقيقي لا يأتي بأنك تأتي وتتفضل على الله بأعمالك في صلواتك ولا بيأتي بممارساتك. التبرير يأتي عندما تأتي إليه شاعرا بأنك لا تستطيع أن تثق بنفسك، لأنك ضعيف في نفسك، لأنك مسكين في نفسك، لأنك تحتاج إلى معونة ونعمة الرب لكي تتقوى، وتأتي إليه تطلب الرحمة وتقول: أنا الخاطئ. وقال كده في نهاية المثل الرائع ده: كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. النهاردة الرب بيدعوك ألا تثق بنفسك، لأنك لو وثقت بنفسك لن تجد تبريرا، لكن أن تثق في الله وأن تطلب الله وأن تطلب رحمة الله وأن تأتي إليه معترفا بخطاياك وضعفك ونقصك وعجزك طالبا نعمته ورحمته لكل الكرامة والمجد.